معكم على علمي برنامج جديد منطل من خلاله عليكم تنحكي ثقافه وعلم ونضوي على ابرز المواضيع المعاصره باطار شيق ومفيد. مجالاتنا بهالبرنامج اليومي عبر مريم تيفي متعدده ومن النهار من نهار التنين للجمعه وما إلى حدود. مروحه مواضيعنا واسعه تضم العلم بكل ابعاده والثقافه بمختلف مواضيع الحلقه الاولى من برنامج على علمي بتطرح موضوع النفط بلبنان واقعا واتجاها واما ضيفنا بالحلقه الاولى فهو الاستاذ وسام شباط عضو هيئه اداره قطاع البترول بلبنان استاذ وسام منرحب فيك بمريم تيفي وبنتوجه من خلالك بالتحيه لمعالي وزير الطاقه ريمون غجر يلي سمح لنا من خلالك بالاطلاع على واقع النفط بلبنان بطريقة علمية وبعيدا من المواقف السياسية وبموضوع النفط بتعرف حضرتك أنه في كتير إشياء بتنقال إشياء مظبوطة إشياء مش مظبوطة بقى نحن هون لحتى نشرح للمشاهدين بطريقة مبسطة وعلمية وين نحن اليوم بموضوع النفط أعزائي بداية معلومات عامة عن مراحل استخراج النفط بشكل عام السؤال الأول أستاذ وسام شو رأيك بالمعلومات يلي عرضناها عن وسائل استخراج النفط بلبنان؟ عم بفرجي تنقيب البحر ونحن هيدا البيئة اللي عم نشتغل فيها هي بيئة بحرية كمان وعندنا بيئة بحرية بمياه عميقة يعني الغمق المياه اللي عندنا تقريبا عم بيكون بين الألف والألفين متر تحت سطح البحر وبرجع بتم الحفر كمان داخل الارض حوالي 3000 و 4000 متر وطبيعي لكل نوع استخراج نفط او غاز في معدات مخصصه لهالنوع من البترول بس نحكي بترول بكون عم نحكي بوضعه الغازي يعني غاز ووضعه السائل يعني نفط يعني كلمه بترول بس علميا بتشمل الاثنين سوا حدثنا عن دور هيئة إدارة البترول بلبنان ووظيفتها هيئة البترول بالأول هي من بسقة من القانون رقم 132 اللي هو القانون اللي رعى تنظيم قطاع البترول التنقيب عن البترول بالبحر بلبنان الهيئة دورة رقابة وإشراف وتنظيم لهذا القطاع بمعنى الإدارة الهيئة مسؤولة عن كل العمليات اللي بتصير بالبحر من قبل الشركات على رقبتها مراقبة على التدقيق بالمصاريف اللي عم بتصير على الوضع التقني والعلمي يعني العمليات تطور العمليات كيف بتصير على وضع السلامة والبيئة كيف الإجراءات عم بتتم خلال الحفر أو خلال التحضير للحفر هل هي منسجمة مع القوانين اللبنانية أو هي في شيء بعارض يعني دورة شامل من كل المنظومة لها لها هيدا بدءا من التشريعات يعني نحن بشغلنا اذا في لزوم امور تنظيميه واصدار مراسيم بنحضر مشاريع المراسيم هيدي بنعرضها على الوزير بتروح على مجلس الوزراء واكيد تعمل دورتها الطبيعيه مجلس شرط الدوله مجلس الوزراء لاقرارها مثلا دفتر الشروط للدورات التراخيص هو يصدر في مرسوم العقد النموذجي اللي بين الدوله وبين الشركات يصدر في مرسوم هذا جزء من من شغلنا بالتحضير لهال هالامور هيدي اذا بدك شغله للهيئه شغل تقني آه، تشريعي تنظيمي واداره واشراف هذا نعم. باختصار وهون بفهم استنتاجا من كلامك استاذ وسام آه انه ما لها علاقه بالصندوق السيادي لانه آه يبادر لذهن الناس اول ما تحكي اداره بيخطر بالهم صندوق سيادي وما بخبي عليك صندوق السيادي هو بشكل هيك مثل محطه اطمئنان للعالم انه نحن هالنفط هيدا رح يروح مردوده لمحل معين وبالتالي رح يخدم فعلا الاقتصاد مم. اللبناني وعمليه النهوض بالبلد مم. هلا فينا فينا اذا بدنا نقسم الموضوع لقسمين في اداره الموارد البتروليه بشقه تقني مثل ما قلت قبل تقني العملاني الاداري التنظيمي التشريعي اللي هو مسؤولة عنه الهيئه وفي اداره العائدات من هذا القطاع اللي مش مسؤولة عنه الهيئه بده يصير في او حسب انه 132 في اقرار لصندوق لقانون صندوق سياده صندوق السياده هو مثل حساب بده يكون حساب مصرفي بالبدايه تودع فيه كل العائدات من الانشطه البتروليه يعني اي عائدات مثلا اليوم نحن في عنا عائدات من المسوحات الزلزاليه اللي هي انعملت بالبحر اللبناني اللي على اساسها صار في دراسات اللي حفزت الشركات تيجي تستثمر بلبنان هيدي العائدات يعني من بيع هيدي المسوحات الزلزاليه صار في عائدات ماليه اليوم صندوق السياده بعده مش مكون هالعائدات هيدي اللي نتجت بس ينشا الصندوق السيادي حتتحول عليها بكون في عنا مدخول اولي بالصندوق السيادي من هالعائدات تبع المساحات الزلزاليه بيرجع عنا التنقيب والانتاج بعدين والعائدات اللي بتجي من الانتاج بتروح كمان على الصندوق السيادي تنظيم هالصندوق السيادي بده يكون ضمن من قانون بقانون خاص بيرعى اول شيء طريقه ضخ هالاموال اللي فيه طريقه سحب مين له حق يسحب عشو بتنصرف على اي اتجاهات بتروح على بنيه تحتيه على انماء اجتماعي انماء صناعي هل هالامور هيدي كلها يعني شكل هالصندوق ماهيته وطريقه استعمال عائداته اللي هي مش مفروض تستعمل باكملها مفروض نتائج هالعائدات يعني عوائد هالعائدات يعني استثمارات هالعائدات هيدي هي تصرف ويتحافظ على اساس راس المال للاجيال الحاليه والمستقبليه، مش كله يصرف، هيدي فلسفته للصندوق السيادي وحاليا في عده مشاريع قوانين بمجلس النواب لاقرارها يعني بدها يعني جهد لاقرارها لتصير مشروع قانون وقانون نافذ بعدين يرعى آه كيف مثل ما قلت ادخال آه هالعائدات بده يصير، كيف آه حوكمتها يعني مين له حق يتدخل بالصرف، مين بحط سياسه الصرف، استراتيجية الاستثمار اللي هي بتكون بهذا الصندوق وأهم من هذا كله يعني تطمين الشعب اللبناني أنه هالعائدات هيدي محفوظة واستثمارها عم بيكون بطريقة رشيدة مش عم تصرف بطريقة منا مدروسة أو بطريقة لتغطي أو لتعوض عن بعض السياسات المالية الخاطئة صحيح. أه بنعرف تدريجيا بأنه مراحل اكتشاف النفط تأخذ مسار معين يعني بتبلش بالانتعاش الاول بعدين الانتعاش الثانوي الاستخلاص الشاق واخيرا تكرير النفط اذا بدنا نتحدث عن رزنامه استخراج الغاز بلبنان أي متى ممكن نوصل برأيك لنهاية السعيدة وهل في نفط بلبنان بتقديرك لأنه عن جد عم نسمع بالخطاب التيئيسي نحن آه أنه ما في ما في نفط وحتى بين حكا روحوا زرعوا بطاطا أحلى ما آه مردود النفط لأنه بتدني وأسعار م. النفط م. مثل ما حضرتك بتعرف بتدني بقى كيف فينا هيك نعمل آه مسحة واقعية للموضوع م. مش ضروري تفاؤلية ولا هالقد تشاؤمية وإنما الواقع شو بيقول هلا سؤالك يعني كثير وجيه وفي عدة يعني محاور بالأول بالمرحلة أو إذا بدنا نحكي نحن بالمراحل بنروق فيها قطاع البترول بأي دولة بالعالم مش بس بلبنان بيكون بالأول في عندك مرحلة الاستكشاف وكل مرحلة بتأسس للمرحلة الثانية هون عم نشوف الصور يمكن الوسائل عذرا قطعتك ولكن عم نشوف الوسائل يلي ممكن صح. نستخدمها لاستخراج النفط هيدي التكرير محطه تكرير للبترول وعم بعد ما يصير البترول استخرج هلا مثلا منصه بحريه يتم استخراج منها او الحفر بالاول ويصير في استخراج وبعدين بيتنقل هذا البترول او الغاز لهالمصافي هيدي ليصير في عمليه التكرير وتقطير ويتاخذ منه كل المنتجات البتروليه والمشتقات البتروليه لكن بنرجع لسؤال او إيه. عذرا على المقاطعه بس حبيت استفيد إيه. من وجود هالصور إيه. لا كنت عم بقول انا انه المراحل كلها اللي بيمرق فيها التنقيب عن البترول واستخراجه وتصديره او استعماله بالسوق المحلي هاي المراحل كلها شبيهه ببعضها بالعالم كله لبنان منه استثناء لبنان مثل هالدول كلها بده يمشي بشكل منضبط تسلسلي لانه كل مرحله بتاسس لمرحله تانية النجاحات باول مرحله بتاسس لنجاحات مراحل الثانيه تفسر اكثر عندنا اول مرحله مرحله الاستكشاف اللي بتم فيها على اساس تحديد موقع لابار استكشافيه بتم حفره تنشوف بقلب باطن الارض شو في طبقات جيولوجيه هالدراسات اللي عملناها من المسوحات الزلزاليه هل هي دقيقه هل بدها تعديل هل النموذج الجيولوجي اللي عملناه دقيق او بده تعديل لانه حفر الابار هو الكفيل باعطائنا معلومات دقيقه من باطن الارض اوكي وهذا الشيء اذا بدي اقول انا تم ببلوك رقم أربعة بلبنان بين شهر شباط وشهر نيسان وتم حفر بير لعمق 4076 متر بعمق مياه 1500 متر هلا النتائج رح احكي عنها انا بس خليني نكفي سرد المراحل. نعم هلا مرحله الاستكشاف اذا في اكتشاف تجاري يعني الكميات اللي وجدت من هذا البير هي كميات واعده بس نحكي تجاري ما بنحكي بس كميات بنحكي كميات اسعار عالميه وبنحكي كمان طريقه لتوصيل هالغاز للسوق العالمي او للسوق المحلي. اذا ما عندي طريقه للتصدير اذا كان كميات الغاز كبيره او استهلاك محلي ما في لزوم انتاج هذا الغاز يعني طبيعة الحال بدي انا سوق وبدي الاسعار تكون مؤاتية وبدي كميات كافية للاستخراج ليكون هالمعادلة الاقتصادية كاملة هي سيركوي متكاملة يعني طبعا الغاز اصعب من البترول بالتنقيب عنه لانه الغاز بدك تلاقي اسواق قبل ما تنتجه البترول فيك تخزنه بالبواخر فيك تخزنه بخزانات يسهل تخزينه فيك تنطر فترة لترجع تبيعه مثل ما عم بيصير هلا بالاسعار المتدنيه، عم بيصير في تخزين للبترول لحين ما يكون في عنا اسعار احسن يقدروا يبيعوها، بينما الغاز اذا بتنجو عندك طريق تاني يا بدك تبعته بالانابيب يا بدك تسيله وتعمله سائل وبيكلف كلفه عاليه وما فيك تحفظه بالخزانات لفتره طويله. بقى من هون نحن الغاز ضروري يتأمن له اسواق وطرق توصل هالغاز للاسواق ان كانت محليه او خارجيه قبل ما تبلش انتاج مشان هيك ضروري هالعامل الاقتصادي تاخذ مع الاعتبار الاسعار تأخذ مع الاعتبار لا يتقرر اذا هالاكتشاف اللي صار هو تجاري ولا لا, لا. هيدي مرحله الاستكشاف بنكون ثبتنا وجود اكتشاف تجاري اذا في اكتشاف تجاري بننتقل لمرحله التطوير والانتاج بتم حفر ابار اضافيه لنوصل للهدف الانتاج البدني بدنا نقول كم برميل بالنهار بدنا ننتج 100 الف برميل 200 الف برميل بحاجه لخمس ابار بننظم هال... هالعملية الحفر ونبلش بالتطوير ونعمل بنية تحتية تحت البحر نحن وضعنا مثل ما قلنا بيئة بحرية كل شيء بده يكون تحت البحر ما ببين للعين المجردة كل المعدات بتكون تحت المياه على أرض البحر بيتم استخراج من بعد الحفر بيتم استخراج هالبترول أو الغاز وبينبعث لمعامل يا معامل عام عيمة فوق المي أو بينبعث على البر اللبناني لمعالجته ولتحضيره للاستهلاك هذه مرحلة التطوير والإنتاج بتم فيها بناء البنى التحتية حفر الأبار الإضافية ومن بعدها في عنا فترة إنتاج حوالي يمكن تمتد بين عشر سنين ل 30 سنة حسب كبر حجم هالمكمن هل هل هيدا والاستهلاك اللي عم بصير منه لهالمكمن بين 10 و30 سنة من بعدها بتم إغلاق هيدا البير أو هالأبار هيدي أو الحقل بطريقة آمنة صديقة للبيئة تم يكون عندنا أي تلوث مستقبلي وبنكون ان شاء الله عندنا حقول اخرى بلش العمل فيها بالاستكشاف والتطوير والانتاج وبيتم الانتاج منها بمراحل متعدده على مدى سنوات العديدة يعني العمل تدريجيا من طبيعي بلش بي بير بترول صح بس نحس انه بلش ينضب اذا بدنا نقول بنسكره بطريقه امنه صحيح تفضلتوا قلت صحيح للبلوك اللي بعده صحيح يعني نحن نحن عندنا تنختصر تنعمل عندنا مرحلة الاستكشاف اللي نحن هلا فيها بلبنان بعدين مرحلة التطوير والإنتاج وبالآخر مرحلة الوقف الدائم للتشغيل يعني وقف التشغيل هالمنشأة أو تشغيل هال هالبير اللي هو بكون نضب بس مش ضروري نحن ننطر لينضب هيدا البير لنكون بلشنا بالتنقيب بمطرح تاني أنا يعني في عنا نوع من التوقيت بدنا نلعب عليه بطريقة ضل في عنا استكشاف لمواقع جديدة تطوير لمواقع أخرى وانتاج مواقع تانية تنوصل بالاخر نستثمر ثروتنا البترولية بطريقة رشيدة وما يكون عندنا موارد باقية بباطن الارض لم يتم استكشافها بما فينا بس ننتقل من الاستكشاف للانتاج والتطوير نرجع نفوت بمرحلة الاستكشاف من نكون على طول عم نعمل استكشاف على امل يكون في تطوير بشكل متوازي لعدة حقول وانتاج من عدة حقول لنزيد العائدات والمداخيل بطريقه رشيده ما نكون عم نعمل نحن نخلق اذا بدنا تضخم بالاقتصاد اللبناني وما بدنا كمان نتوقع انه البترول او مداخيل البترول هي الحل الانسب لوضعنا نحن اللي اللي نحن فيه، يعني الوضع الاقتصادي هي مساعد محفز بتخلق فرص عمل بتجيب مداخيل لكن الاداره الرشيده للعائدات هي الاساس تحدثت عن هيك بشكل كتير سريع عن الوضع الاقتصادي للبترول هلا واسعار النفط المتدنيه برايك بهيك حالي وبالنسبه لوضع لبنان يعني سعر النفط بشكل عام هو سعر متدني ولبنان بيطور التحضير لحتى ينضم م. لدول بتروليه شو لازم يعمل بهالمرحله؟ هل لازم يتريث شوي؟ هل لازم يكمل العمل؟ هل لازم يكمل العمل وينطر لحتى يصير في نوع من الاستقرار باسعار النفط عالميا لحتى يقول انه انا بلشت صدر؟ نحنا ما فينا نعزل حالنا بلبنان عن الوضع اللي عم بيصير بالعالم كله الصناعة كلها اليوم بأزمة الصناعة البترولية بأزمة وأكيد عم تنعكس على كل دولة بطريقة مختلفة الدول اللي هي منتجة وعندها إنتاج كبير مداخيلها موازنتنا كلها هبطت الشركات اللي هي عم بتنقيب خففت الموازنات صرف للتنقيب وللتطوير والإنتاج وهذا الشي ما فينا نتهرب منه يعني ما فينا نحنا نكون بمعزل عن هالبيئه المحيطه فينا وبالعالم كله هلا في شغله مفيده واحد لازم يذكرها كمان انه هل اسعار البترول ولا مره طلعت الى ما لا نهايه ولا مره انهارت وصلت لمستويات وقيت على هالمستوى على طول فيها عرض وطلب في اسعار بصير في العرض اقل من الطلب بتطلع الاسعار العرض اكثر من الطلب بتوطى الاسعار في هال هالتوازن هيدا بين العرض والطلب واذا متطلع باخر خمسين سنه ما كان سعر البترول ثابت كان عم بيطلع وينزل سعر البترول لكن في اسعار وسطيه اليوم نحن بهالموجه هاي اللي نحن فيها من وراء الكورونا وتوقيف الاقتصادات بالعالم وما عاد في انتاجيه بدول كثيره معظم دول الكره الارضيه وقفت شغل لفترات متفاوته وبعدها ما بلشت اقتصادها انطلاق اقتصادها من جديد هذا كله اثر على الطلب نحن عم نحكي اليوم حوالي 90 مليون برميل باليوم حاجه الكره الارضيه لتبرم او لا للاقتصاد ليمشي آه نزل تقريبا الطلب حوالي 30 مليون برميل يعني صار عندنا 60 مليون برميل وعندك فائض 30 مليون باليوم بدك وقت هال هالاقتصاد اللي بيرجع يقلع من جديد بدك وقت لتصرف هالمخزون الاضافي اللي نتج عن هالفتره هيدي اللي ما في استهلاك فيه وبدك تخفف الانتاج اللي هو عم بصير هلا من قبل دول أوبيك عملوا تنزيل حوالي 12 مليون برميل باليوم وهلا ان شاء الله هالكم يوم في اجتماعات تانية حينزلوا اكثر ليرجعوا يعملوا توازن بين العرض والطلب على امل انه هالامور هيدي ترجع تتحسن صوب اخر السنه والسنه الجاي يكون الاسعار بوضع افضل بس بدي وأنا انا هيدا آآ دوره آآ مستمره من 50 سنه من 100 سنه من وقت ما بلش انتاج البترول في طلعات وفي نزلات نحن أهمية الموضوع لنا أنه نجرب نوقت مراحل الاستكشاف تبعنا وجذب الشركات بظروف بظروف للصناعة تكون مؤاتية يعني ما نعرض نحن بلوكات بحرية لأن الأسعار بتكون متدنية أول شيء إذا إجا عروض لنا حتكون عروض منا كتير منيحة واذا ما إجا عروض ما نهايه العالم بهالموضوع لانه الشركات خففت موازناتها وخففت استثمارها بهذا بهذا القطاع على امل تشوف على المدى القريب او المتوسط تحسن بالاسعار ترجع تحط موازنات لان دخولها مباشر من سعر البترول والغاز اذا انخفض السعر بينخفض الاستثمار بشكل طبيعي اذا بدنا نربط البترول بالعمليه الاقتصاديه بلبنان بالمسار الاقتصادي بشكل عام هل صحيح ما يحكى بانه يمكن افضل نعزز الزراعه نحن بهيك ظرف لانه البترول ساعه بيعلى ساعه بيوطى وفي عرض وطلب وفي عده مؤشرات بتدخل بسياق تحديد سعر برميل النفط م. هل الافضل لنا كان الاتجاه للزراعه او انه زراعه والصناعه او انه ما في شيء بيغني عن شيء يعني برايك كيف ممكن تكون المعادله الاقتصاديه سليمه لحتى م. كدوله لبنانيه تتبناها والاكيد البترول هو جزء من عده مكونات صح نحن اذا بدنا نشوف الهدف الاقتصادي الاول لكل دوله يعني نضل يضل عندها نمو اقتصادي ما توصل لمرحله ركود او انكماش النمو الاقتصادي بيكون سنويه يعني سنه على سنه بيكون في تحسن في نمو بالمنتوج الوطني بال بالمدخول بالانتاجيه تبع المواطنين هيدا الشيء هو الاساس اللي بنراقبه نحن لما بصير في عندنا ركود بده يصير في عندك استثمار اضافي هون من الدوله لترجع تحفز على الاقتصاد على امل نزمط او نقطع من مرحله الانكماش اللي نحن هلا فيها اوكي هلا التوازن يعني الموضوع الصندوق السيادة هون بيرجع بفوت على الخط بادارته، يعني اليوم لما بيكون في عنا حاجه لضخ اموال من قبل الدوله بالاقتصاد اللبناني كرمال تحافظ على نمو او ما 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 أه، توصل لركود أه، لفتره طويله، بتضخ اموال من هالصندوق السيادي بالاقتصاد بوقت بيكون في ركود لا يرجع يقلع على الاقتصاد او يصير في نمو أه، اضافي، بقى بده يكون هال هالاموال العائدات اللي جايه من البترول بدها تكون مثل اسورانس انشورنس للاقتصاد اللبناني تستعمل بطريقه لدعم هالاقتصاد بفترات ركود او انكماش لا سمح الله واللي بيكون في عنا الاقتصاد بركائزه الاخرى البترول ما انه ركيز الاساسيه بده يكون بكون عم نعمل اكبر خطا اكبر جريمه اقتصاديه اذا بتكل على مداخيل البترول لترفع الاقتصاد وحده اكيد عندك زراعه عندك صناعه عندك انتاجيه عندك تكنولوجيا صحيح انت بده يكون في عندك نظره اقتصاديه متكامله بيجي بتجي هالمداخيل من قطاع البترول مثل ما قلت لتكون نوع من ضمانه له الاقتصاد ما ينزل بركود طويل او بانكماش لا يضخ ضخ الدوله اموال من هالعائدات البتروليه لتخفف هال اذا آه بدنا هالتغيرات الحاده بالاقتصاد اللبناني او تواجه التغيرات الحاده باسعار البترول، لان نحن بس عندنا مداخيل البترول حتكون مربوطه مباشره بالاسعار اللي حكينا عنها اللي بتبدل عبر السنين، كل 10 12 سنه عندنا هبوط حاد وعندنا كمان بين بين كل 12 سنه يعني بهالفتره هاي تقريبا ل 15 سنه عندنا ارتفاع حاد بالاسعار. بهالفتره هاي لما بيكون في عندنا ارتفاع بالاسعار بده يكون في اداره رشيده للصندوق السيادي لنقدر نحن نحافظ على الاموال العاليه اللي تاتت من هالاسعار العاليه تنضخها بالاقتصاد اللبناني اللي بتكون الاسعار منخفضه، هون اللي قصدته انا بنوع من تامين او نوع من ضمانه بده يكون هالصندوق السيادي والعائدات ضمانه للاقتصاد اللبناني مش هي الرافعه الاساسيه للاقتصاد اللبناني، بهالنظريه اذا بنعمل نظريه اقتصاديه او خطه اقتصاديه بهالتفكير هذا منكون اكيد عم, من عم, من عم نحافظ على هالقطاع تيدعم الاقتصاد اللبناني وعم نحافظ على الاجيال الحاليه والمستقبليه عم آه بيقولوا من الرجي خلص الوقت بس انا بعد طمعان بسؤال منك فتفضل. النفط كان نقطه تحول مهمه باكثر من دوله بالعالم على سبيل المثال الامارات العربيه المتحده ودول الخليج عموما م. يعني حتى ما نحصرها بدوله واحده آه برايك فينا نعطي امل عبر مريم تي في انه الغاز عندنا راح يكون نقطه تحول للبنان آه فينا نعطي امل اكيد راح اقول لك انا كيف يعني شو الالي إحنا اليوم بلشنا بحفر اول بير وانهيناه العالم كله يمكن سمعت وشافت وفي ناس يأسيت وفي ناس هدفها كانت تيأس العالم بدي اقوله انا بدي اقوله بهالموضوع انه اول بير انحفر بلبنان بشكل ناجح بظروف صعبه كتير اتممنا هالعمليه هاي والنتائج اللي طلعت من هذا البير اكدت وجود غاز ببحر لبنان اليوم البلوك رقم اربعه مساحته 1900 كيلومتر مربع المنطقة اللي تم فيها الحفر، البير بيقدر مثل واحد عم يعني بيضوي على على زاوية معتمة بغرفة كبيرة، اليوم قدرنا شفنا جزء من هالزاوية أو جزء من هالغرفة هاي بهذا الضوء، لأنه البير بيقدر يعطيني معلومات على مساحة 50 كيلومتر مربع بحد أقصى، مساحة البلوك رقم أربعة هي 1900 كيلومتر مربع، مساحة البحر اللبناني 22700 كيلومتر مربع، اليوم المعلومات اللي اعطيني اياها حتحسن شروط النجاح في المناطق الاخرى وحت وحتعطيني امكانيه نقي اماكن الابار الاخرى بشكل اداء ليكون عندي ان شاء الله بمرحله جايه اكتشاف تجاري اليوم اللي تثبت انه الغاز موجود ببحر لبنان وبركي بعد كم شهر بنحكي امور اخرى ناطرين دراسات التقارير وهذا وفي مشروع حفر بير اخر ببلوك رقم تسعه بقبل ايار 2021، كمان نتائجه حتكون اساسيه لالنا. استاذ وسام شباط عضو هيئه اداره قطاع البترول بلبنان، نحن بنشكر حضورك الثمين معنا على مريم تي في وبتامل انه نكون ضوينا بنظره واقعيه على البترول عندنا وعلى امكانيه استخراجه يلي ان شاء الله بتكون هيك بقدر الامال المعلقه من اللبنانيين. بدي اقول لمشاهدينا انه نحنا على موعد معكم بحلقه مقبله ان الله راد رح تكون بمواضيع مختلفه حلقات متتاليه من الاثنين للجمعه كونوا معنا الى اللقاء